صيح آلي زينب يحجون عني عني صار البكا والنار فني سليت المصايب ما سللي اقعدي يا ام البنين اقعدي اقعدي وايش فيش محصب الراس يا زينب وين اخوانيش انا مكلفتنهم ميش وايش سوى العباس خلاش بروح ايش عظم الله لك الاجر يا ام البنين صار المناشر والوديعه تصفق الجاب بس الزفير بصوت بايح والدمع جاب بيها غدت ذيك اليتامى تلوذ وتحب يم البنين تصيح شوفي فجعه البنين انا ما اقدر اسولف بالجرى لا تنشدي الامال ضاعت والدهر خيب ظنوه كلهم جت الراحه وطبق بالتالي حسين اسمع 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 اريد اخبرك فاز بالناموس عبه وخبريني عن صدر حسين بخيول العدا الناس وانتي وقفتي مجتفة بديوان لرجاس بالحبل مكتوفات وياك النساء وويله ومصيبته سمعت قلها والدمع كف انهماله طيب الأصل ما ينوصف طيب فعاله عطشان فاض النهار مهتم بزلاله والجود أملاه بدالة كتمد مع العين بيض الله وجهش يا أم البنين على هالولد ما قصر أبو فاضل دش الماي خاض الماي بس هي سبرده ترس جفه يروي عطش كبده تذكر لأن أخوه حسين بعده ذب الماي من جفه وتحسر ما شرب ماي برتين قلبي يا زينة الحين ارتاح ترتاح يا أم البنين لكن بعد أنا عندي نشدة عندي سؤال وفي حتب بعتب على أخوش أنا بعتب على أبو فاضل تعتبين على أبو فاضل أبو فاضل ما عتبون عليه ما قصر أبو فاضل لا عندي عتب وش هالعتب سامحيني يا زينب أنا بتجاسر شوية بتعدى بألم قلبش شوية تفضلي يا أم البنين قالت مو عادة المسافر إذا سافر والسفر ماله صار طويل أن يرجع بهدية يجيب هدية مو قالت منو قال ليش إن العباس ما جاب هدية العباس وصاني وجاب وعطاني الهدية لكن مو هني مو قدام الناس قالت عجل قوم وياي بالله الحجرة العباس قالت عجل قوم وياي بالله الحجرة إلك تحفة سفر عندي ولا ودي تشوف الناس جابتها ودخلتها إلى حجرة أبي الفضل العباس وقامت أم البنين تنحب وزينب تنحب وهما يناديان وعباسا ثم قعدتها على الأرض وفتحت تلك الهدية شنو الهدية؟ دم جفوف أبو فاضل ودم عينه ودم الرأس دم جفوف أبو فاضل ودم عينه ودم لأن أم البنين تصيح يا زينب شعبتي هالتحفة الجبتيها هلا وكل الهلا بيها لكن عجب ما فارقت روحي
دخلتيها شيبتي قعدي وياي اعزيك وتعب عودة شيبتي قعدي وياي اعزيك